خلاص كلها كام يوم ونودع سنة 2023 بكل المشاعر اللي كانت فيها، سواء كانت مشاعر سلبية، سواء كانت ضغوط، كل الحاجات اللي كانت موجودة في السنة دي، لأنها كانت فعلا سنة كلها تحديات. فبالتالي احنا خلاص هنبدأ سنة جديدة، عايزين نبدأها بقى سنة 2024 دي ان احنا نبدأها بطريقة كده تكون بوزيتيف، نكون نبعد عن السلبية على قد ما نقدر. طيب ازاي نعمل كده؟ ازاي نتحرر من المشاعر السلبية دي؟ ازاي ندخل سنة 2024 بروح وبطاقة مختلفة؟ ضيفتنا النهاردة هي ميرات السكري، وهي مدربة الراحة النفسية، هتعلمنا ازاي نتحرر من المشاعر السلبية، ازاي نبدلها بالطاقة الإيجابية. فالحقيقة يعني انا متفائلة خير ومتفائلة من سنة 2024. اتمنى ان ميرات السكري برضو ايه تساعدنا ان احنا نتغلب عن كل المشاعر السلبية اللي حسينا بيها في الفترة اللي فاتت. ومنورانا يا ميرات. ميرسي يا حبيبتي، انا مبسوطه ان انا معاكم قوي قوي، وخصوصا في التوقيت ده. انا بحب دايما فعلا اقفل السنه ونبتدي بقى نشوف سنه جديده وكلها تفاؤل، وان شاء الله نلاقي الخير ان شاء الله. حياتك منورانا، ودايما بنبقى في اخر السنه كده يقولك يعني نعمل حصاد السنه اللي فاتت واهداف السنه الجديده وسنه 23. وغالبا ده كالعاده اي اخر سنه ده يقولك السنه دي كانت صعبه قوي، السنه دي كانت مش عارف ايه. ازاي ندخل السنه الجديده واحنا متفائلين؟ وفي ناس انا منهم، انا بحس ان هو يا جماعه على فكره احنا بننام بنصحى هو نفس الايام بتتوالى، وهي على حسب يوم كويس يوم واحد مش فارقه كتير سنه من سنه، يعني هي ايام شبه بعضها. ازاي تكلمي حد زي متفائل جدا اللي هو شايف الدنيا ايام بتعدي، وازاي نقدر ان احنا نشوف الدنيا بطريقه احسن حتى لو في مشاكل، حتى لو في احباطات، حتى لو في ضغوطات في الحياه؟ اوكي، هنتكلم على حاجتين. الاول عايزه اقول حاجه عشان انت قلتيها، نشوف الدنيا. هو دلوقتي تقريبا علوم النفسيه اثبتت اللي بنشوفه من جوه عقلنا بيبقى اور رياليتي، بيبقى واقعنا. فانا محتاجه ان انا فعلا، وده اللي هنتكلم فيه النهارده، ادرب عقلي ان يفكر ويشوف الحلو، يشوف اللي جاي حلو، لا مش ايام وخلاص، لا شيء سوري، سنه هيكون فيها رخاء، سنة صحتي هتتحسن، سنة هتعلم حاجات هتفيدني، سنة ربنا هيكرمني في شغلي. أبتدي أشوف ده، لأن أي شيء اتكون في الدنيا لازم يتكون جوه، لازم عقلي يشوفه فعلا، يعني هتفائل بيه وأحسه، وكل خلية في جسمي كأنها بتصدقه. ده كلام بقى شوية علم، اللي هم اسمهم سمارت سيلز أو يعني خلايا. أنا بقنع نفسي بيه ولا قصدك إيه بالظبط؟ تقوليه لو كررتيه كتير هتقنعي نفسك. حتى الناس اللي مش مقتنعة بالكلام ده وتبتدي تتوقعيه، توقعوا الخير تجدوه. خليني اقول لك ممكن الواحد يبقى بيفكر ازاي. هو البني ادم ما بيطلعش متشائم لوحده، بتبقى تراكمات من حاجات ممكن تبقى حصلت. وبالعكس هو الواحد ممكن كمان بيبقى داخل الاول بصدر جامد، هو حصلت مطب مش مشكله، الواحد هيعديها مره واثنين وثلاثه، لغايه ما الواحد بيبقى في الاخر هو ايه، خلاص مش هتفائل. نو نيوز از جود نيوز، احسن من ما فيش، ان هو خلينا كده ايه اريح من كتر ما الواحد ازاي بقى اقدر اسيطر على الافكار اللي ممكن تبقى بتسيطر على الواحد بالطريقه دي. طيب تعالي نتفق ان الدنيا فيها فعلا شويه تحديات، هي اسمها دنيا ولازم يكون فيها تحديات، واصلا ما كانتش تبقى لذيذه الا كلها على وتيره واحده يعني. اكيد فهي فيها تحديات، ولكن انا لما بركز على التحديات كاني بجذبهم ليا وكاني بقتنع ان هم وبيزيدوا. فانت لو تتوقعي الخير يجي لك اكتر خير. وبرضو ان شكرته من ازيد النبي، فانا هشكر دايما على الخير. فانا هحاول افتح الاوضه، انا هعتبر العقل ده في غرف، الغرفه اللي فيها الحاجات الحلوه اللي حصلت. هبتدي اشوف دايما الحلو. وبنعمل ده بايه؟ بحاجه اسمها كتاب يعني الحمد، نكتب خمس حاجات في اليوم تساعدنا. بس في نفس الوقت انت قلتي حاجه مهمه قوي، قلتي ايوه الواحد ياما تفائل وحاجات كتير حصلت. الحاجات دي بقى دلوقتي العلم بيقول نقدر نشيل اثرها من على جسمنا، ولو عايزين نقول من على طاقتنا، لان احنا مش كده بس، احنا حوالينا كده شويه طاقه كمان. فليه عايزين نشيلها؟ لانه لما بشيلها بسمح اكتر ان جسمي او عقلي يشوف الاوضه اللي هي كلها حلوه. فانا محتاجه، وهي ليها اثر، اي حاجه مريت بيها، صور شفتها مثلا من حروب، حاجات حصلت لي، ممكن ازمات ماليه، ممكن حاجات تانية في الحياه، كل واحد حسب ظروفه. هي الحدث حصل وخلاص وانا مش هقدر اغيره، ولكن ما ينفعش افضل شايله طاقته او شايله اثاره معايا على طول، هدخل تقيله.
هدخل تعبانه، وبعدين هي بتثقلني وبتخوفني. يعني انا لو السنه اللي فاتت عملت مشروع وخسر، طب ما هي بتثقلني الفكره دي لو انا كل شويه افكر فيها. طبعا ليه ما افكرش؟ اوكي ده اللي حصل لعله خير يعني، وايه اللي اتعلمته منه بقى؟ يمكن ماليش في المشاريع، ممكن لازم اشتغل موظف، يمكن اتعلمت ان انا دخلت مع شريك غلط، انا ما نقيتش، نقيت بالقلب بدل ما نقي بالعقل، اتعلمت منه ايه؟ واشوف الايجابي. كل ما بتربي عقلك، ده حاجه بقى بيور ساينس بجد، تربي عقلك او تعلمي عقلك يشوف الايجابي، بيبتدي يفتح الغرف دي، ولا الغرف دي فيها افكار وابداع وحاجات كتيره قوي. تبتدي، لكن لما بتبقي محبوسه في اللي حصل وحش، ممكن اقعد معاكي اقول لك السنه كان فيها حرب مش لطيفه حاصله قدامنا، السنه كان فيها مشاكل ماليه وكذا، السنه كانت صعبه قوي علي، السنه. طب انا لو اتحبست انا كده بالاربع جمل دول انا نزلت طاقتك صح؟ حسيتي تعبت. ايوه. طب ازاي حد طب هل ده معناه ان انا ارمي ورا ظهري كل حاجه بتضايقني وما افكرش فيها وابتدي سنه جديده بتوقعات جديدة؟ يعني مثلا عادة الواحد بيعمل ايه؟ بيقول انا السنة دي قررت ان انا اخس، انا السنة دي قررت ان انا العب رياضة، انا السنة دي هغير عربيتي ان شاء الله، انا السنة دي هعمل وهعمل وهعمل. فهل عشان انا ابقى شخصية متفائلة وسعيدة ومتطلعة للاحسن دايما ان انا ارمي مشاكلي دي ورا ظهري وما افكرش فيها عشان ما تضايقنيش؟ مش هينفع تقولي الجمله دي، وعشان كده يعني التنميه البشريه اللي كانت بتقولي الجمله دي يبقى نهندلها ازاي؟ اي ده هندلها. طيب محتاجين إيه رأيك بقى تولز بقى نطلع لفاصل، وبعد الفاصل تقولي لنا ازاي نتعامل مع المشاكل دي. حلوة. نخرج لفاصل ونرجع تاني ومكملين لسه مع ميرات السكر. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع ميرات السكري خبيرة العلاج بالراحة النفسية والتخلص من المشاعر السلبية، وكنت بقول لها على المشاعر السلبية اللي احنا عادة بنحس بيها، طيب ازاي اتعامل معاها؟ المواقف اللي حصلت لي، المشاكل اللي عدت عليا، هل برميها ورا ظهري ولا احاول اتعامل معاها؟ واتعامل معاها ازاي؟ اوكي، فزي ما قلت كلمة ارميها ورا ظهرك وكده، طب اروح اعمل ايه؟ يعني هي على بالي. تروح فين؟ فصراحة هي مش ده الحال، او عايشاها مش بس عايشاها، وعايشاها. فانا محتاجة حاجة تانية تساعدني. ففي تقنيات وفي حاجات تانية، لكن تقنية التحرر من المشاعر السلبية هي بالظبط، عشان ده تحرر من المشاعر السلبية، وهي بتدمج حاجتين، الافكار الدايرة فوق دي مثلا معيش فلوس كذا، جوزي تعبني ايا كان، الولاد تعبني، مع دي بتأثر ازاي على فكرة على جسمنا، بيسموها سوماتيك يعني جسدية. يعني انا لما بفكر في حاجه وحشه، لو انت دلوقتي فكرتي في حاجه وحشه هتلاقي جسمك انكمش، وممكن مثلا الناس تقول لك قلبي عمل كده، بطني وجعتني كده، بيحصل حاجه في عضويه. ولو فكرتي في حاجه حلوه قوي، فكري بقى في الشمس والعصافير وعلى البحر والميه كده تجنن لونها، بتنفتحي. اوكي، فاحنا عرفنا ان الافكار بتاثر على الجسم، فانا محتاجه تقنيه تعمل ده. التقنيه دي لازم تكون بتستعمل الافكار مع الجسدي. فهنستعمل ايه؟ هنستعمل التقنيه دي ازاي؟ هي بتستعمل ربط، يعني ايه؟ بنخبط او بنلمس بالراحه اماكن معينه متنقيه، الاماكن دي من علوم الابر الصينيه، من العلوم اللي بقى لها 5000 سنه، ولما بنخبط ونشتكي بالحاجات اللي مضايقانا، يعني التنظيف يا نهى وساري لازم يتعامل بالشكوى، مش هنبقى ايجابيين في الاول. طب هنقول مثلا بالرغم ان انا مريت بظروف وحشه قوي السنه اللي فاتت، انا عايز اعمل حاجه جماعيه للناس لو ينفع، هيديهم فكره ازاي يشتغلوا بحاجه زي كده. يا ريت. ينفع؟ اوكي، ولو حابين تشتغلوا معايا. ايوه طبعا. انا عايزاهم مثلا يفكروا في السنه على بعضها وكل اللي حصل فيها بقى، حصل اي حاجه، يعني حصل وفاه، شافوا حرب، حاجه مشاكل في المال، ايا كان. كاننا هنحطها في اي حاجه، في برميل، في حاجه كده قدامنا، ونبتدي نعمل ربط على مشاعرنا فيها. طبعا نبتدي. بعد كده ممكن يعملوا حاجه تانية، اللي هو مثلا كل واحده لوحدها، الحزن اللي جوايا او الغضب اللي جوايا كده. وهنبتدي، انا هسهلها اصلا من اول الحاجه، هم 8 نقط يا نهى، سهلين جدا، وما فيش حاجه اسمها غلط نسيتي واحده مش هيجرى حاجه. هنبتدي نقول، وانتوا برضو يعني العبوا معايا او جربوا، وهنبتدي نقول المشاكل، وكلنا برضو يا ريت المشاهدين. السنه اللي فاتت دي 23 بكل قصصها، بالمواقف اللي حزنت فيها، وبالحاجات اللي غضبت فيها،
بالأزمات المالية تحت الباط هنا، والضغوط النفسية، بكل اللي مريت بيه ده السنة اللي فاتت دي، السنة اللي مريت بيها دي، كل اللي حصل ده، كل اللي حصل ده، وكل المشاعر اللي حواليها، الحزن اللي جوايا، الغضب اللي جوايا، المشاعر السلبية التانية اللي جوايا. وناخد نفس. أنا عارفة إنه شكله غريب وشكله هيعمل إيه وهيعمل إيه، بس أنا عايزاهم يجربوها بإتقان أكتر، يعني يعملوا 3 4 5 لفات، وممكن ياخدوا موضوع موضوع. الحزن لوحده، الغضب لوحده، قلة الحيلة لوحدها، أيا كان بقى الموضوع. أعمل الربط ده قد إيه؟ كم مرة؟ كم مرة؟ بتعمليه طبعًا بطريقة علمية شوية، إن أنتِ تفكري في موقف معين مثلًا. ده افترض هنلاقي حاجة عشان ما تبقاش صعبة، إن مشاكل في الشغل، بتخانق كتير مع المدير وحاجات كده. فأنا هشوف ده مضايقني قد إيه دلوقتي، مش يوم الخناقة، 7 مثلًا من 10. وهعمل الربط ده والكلام عن الوحش كأني بشتكي لصاحبتي. وقتها هقول بقى اللي بيعملوا، يعني لازم وانا بعمل بخبط كده اكون بشتكي، قولي كل الوحش، بطلع كل الحاجات اللي مضايقاني. لان صوروا ده، صوروا ده بحاجه اسمها فانكشنال ام ار اي، بام ار اي، وهم الناس بتعمل ده، بيغير في الخلايا العصبيه، بيغير في المعلومه محفوظه ازاي. هم هيعملوها قد ايه؟ ان هو هيعملوها لغايه لما ياخدوا نفس، كل لفتين ثلاثه ياخدوا نفس، وتفكر في مديرها اللي مضايقها ده، وتقول مش مشكله بقى، يعني في حاجات كتير اوحش من كده، انا ماشيه نفسي. تلاقي نفسها مخها راح غرفه تانية. سبحان الله، بيحصل كده زي بيسميها ريفريمينج، شيفت، بيحصل اعاده بروزه للموقف، تبتدي تشوف الحلو فيه. يعني مثلا ممكن تشوف، طب الشغل قريب مني، ماهيته كويسه، فاتح بيتي. ما جاتش على القصه دي فكره ان الواحد ساعات لما مثلا يقول لك ايه، هو في بني ادم بيعرف يحل مشاكل الناس كلها بس مش عارف يحل مشكلته، لان هو جوه المشكله. فالواحد لما بيبقى بره بيشوف المشكله من فوق، فبيقدر يشوف كل الجوانب بتاعتها. فحضرتك الربط ده ممكن يبقى هو بيخلي البني ادم يقدر يحل مشكلته او يشوف مشكلته من بره، فيروح في الحتت الثانيه الفاضي، اللي هو جوزك مثلا مضايقك عصبي قوي بس طيب وكريم وبيعمل الولاد كويسين، دي مامتها هتقولها لها او صاحبتها، مش هتصدقها قوي. لكن لما انت بتعملي الربط لنفسك بيحصل ان الحتت اللي متحوش فيها الضيق ده والمضايقه دي، كانك انت فعلتي اماكن معينه متنقيه على الفرازه من 600 نقطه، ان دول اللي هم فعالين في كل انواع المشاعر. خلاص. ففي الحاله دي طبعا هو العلم يعني ممكن يتشرح اكتر، بس مش ده الموضوع وقتنا. فاللي بيحصل ان انت بيحصل وضوح، كلاريتي، وبيبتدي عقلك يفتح الاوض الاحسن. بيفتحها امتى؟ لما يبتدي الموضوع يهدى. فهي كانت 7، لو هي لسه 4 تعمل لفتين ثلاثه تاني وتشتكي. انا عايزاهم يشتكوا. وهي بتشتكي بقى، ممكن في الواحد اللي بيشتكي ساعات بيعيط، بيبقى حزين، عيطت، عملت ده بنسميه ريليس، يعني طلعت. أوكي. خلاص. اللي لازم هيحصل وهي بيهدى، هي هتهدى لوحدها. لما تهدى بقى نقدر نعمل الايجابي. فانت ممكن نعمل ايجابي النهارده للسنه، ونشرح برضو لو حد عنده مشكله خاصه زي اللي عندها مشكله مع الشغل تعمل ايه. فانا عايزه اقول لهم في 23 عايزاكم تعملوا، ما تعملوش كل مشكله على حده، اعملوا 23 على بعضها كده في قفه كده، وبعدين تعالوا نعمل بقى البوزيتيف الكويس، عشان وقتنا متهيألي بقى عندنا شويه. فتعالوا احنا عملنا الوحش وقلنا بمشاكلها وقصصها ويوي، تعالوا نعمل الحلو بقى. بنبتدي برضو من هنا ونقول ايه، سنه 24 هتعملوا معايا؟ يلا. انا هتوقع كل خير، انا هتوقع انفتاحات مش على البال. سنه 24 ان شاء الله داخله علينا بطاقه حلوه، ومليش دعوه الناس بتقول ايه والناس بتشتكي بايه. انا ليا دعوه بحقيقتي، انا حياتي هتبقى حلوه. عشان بس عملت المره دي المكانين، ما تفرقش مكانين، واوقات هيلاقوني في الفيديوهات بعمل هنا، المهم هي في المنطقه دي. اوكي. والمنطقه دي عموما بيسموها كومفورت بوينت او منطقه راحه. عشان كده جدودنا ويوي لما كانوا متضايقين يعملوا ايه؟ يخبطوا هنا. صح، دي حاجه معروفه. يا خبر ابيض. وخصوصا لو في مشكله يعني. ايوه. يخبطوا هنا جامد. وكتير. تعالوا نعملوا كده. لا لا لا. كده. ونكمل كلام حلو، نعمل لفتين. انا متخيله ان هيبقى في حاجات حلوه قوي قوي. يا رب. انا هفضل اشكر لان ربنا قال لي ان شكرتم هزيدنكم. وانا هتوقع دايما الخير. حتى الموقف اللي شكله وحش هو معمول ليا عشان يخدمني، اكيد ربنا مرتبه فيه خير. انا دايما هشوف الخير وهتوقع الخير وهشكر ربنا على الخير. احنا عايزين قد ايه ده بيرفع طاقتك عشان الوقت. الادراك
في حاجه الادراك، كنت بتتكلمي على حاجه ليها علاقه بالادراك عشان الوقت. انا يعني بعد 14 سنه شغل الحمد لله مع بارتنر ابتديت حاجه اسمها ادراك، هتعجبكم جدا على جميع السوشيال ميديا، لسه بتبتدي يا نهى وسالي، فمبسوطه ان سالتوني عليها. ادراك اللي هو بجد او يعني بقالي بحلم بيها من 2011 والله، حسيت ان لازم يحصل ادراك احنا مين وقدراتنا الداخليه قد ايه، وربنا حاطط فينا قدرات قد ايه، بحس يحصل ابداع لو الناس ادركت ده. سالتيني في الاول انت شايفه ايه لسنه 24؟ لا يعني انا شايفه مصر رخاء، ومش لازم 24 ممكن 25، بس شايفه حاجات كتير قوي. انا شايفه الشباب شاطر قوي وعايزه ادي اصل للمستقبل، هو ده المستقبل. شايفه الشباب عنده كرياتيفيتي وعنده حاجات كتيره قوي، فانا عشان كده هنبتدي نعمل يعني مشاركه ببلاش على ادراك في جميع زي ما قلت الطرق، ان احنا نوصل رساله نفهم نفسنا من جوه قوي، والهدايا الرهيبه اللي ربنا مديها لنا بجد احنا ما بنستعملش 5%. احنا لازم يبقى عندنا حلقه على ادراك ده لازم ان شاء الله. ان شاء الله. نورتينا. كان معانا ميرات السكري خبيره العلاج بالراحه النفسيه والتخلص من المشاعر السلبيه. نخرج لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات بيت السفير عزيز.